السلام عليكم. عاشت حياة قصيرة مليئة بالكفاح ضد الظلم. بدأت نشاطها العام في فريق صناع الحياة بمدينة تعز، واختتمت حياتها وهي تحمل مساعدات غذائية لأسر عالقة في خطوط النار شرقي المدينة. وخلال مدة الحرب تعرضت لثلاث محاولات اغتيال، نجحت المحاولة الثالثة في قطف زهرة شبابها، وإلى جوارها شاب آخر لا يقل عنها تضحية وإيمانا بحق الإنسان في الحياة الحرة الكريمة. قصة استشهاد الناشطة الحقوقية ريهام البدر في الفيلم التالي، نشاهد ثم نعود. احنا بننزل لتحت نسيم، اذا انت بتخدمي مع الحذيفي هنا انت سما ضروري. لحظه انا مش اجي بس اعرض حياتكم. لا لا سامحني، مش شغلنا كذا. نزل تحت. طيب سامحني معه. تحت امن، ما فيش حاجه. يلا مش تقدر تقدمي. خليك يا حذيفي، خليك. اللي حصل انه استشهد زميلتنا ريهام البدر، استشهد بالجبهة الشرقية عندما كنا طالعين بسيرنا قافلة إغاثية باسم زميلنا الشهيد أسامة سلام، اللي استشهد قبل أيام بالجبهة بتشريفات. ريهام أكثر حاجة كان عملها في المجال الحقوقي رصد الانتهاكات وعمل إنسانية، تقديم إغاثة، مساعدة الناس. كانت تجمعني مع ريهام أهداف ورسالة ورؤية. يمكن أكثر شخص كان قريب لأهدافي ورسالتي ورؤيتي. إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ريهام كانت الإنسانة، وكانت الوردة الندية، وكانت الغمامة الماطرة، تعمل بصمت دون ضجيج. كنا نراها منذ عام 2004 وهي في برنامج صناع الحياة، كانت تصنع الحياة ولا تريد الموت. ريهام كانت بنت ذبحان الأصيلة، أنا أعرفها من ذبحان، وكانت لها عدة أنشطة إنسانية. كان أكثر ما يشدني إليها اهتمامها بالفتيات اللواتي تسربن من التعليم. كانت تعمل جاهدة على إعادة تلك الفتيات إلى المدارس. أول ما وصلنا لهناك ننزل المواد اللي معانا، الماء والكعك والحليب والمواد الغذائية، بدأ الضرب علينا. بعدين حاولنا ندخل للقصر عشان القنص، لكن أني بعدين الضرب الأول، الهاون الأول وقذائف مننا مجموعة راحة، عشان إنه إحنا متجمعين خفنا إن إحنا نروح كامل. السيارة الأولى مشوا الشباب برضه استهدفوهم لا تحت قصر صالة، يعني وقدهم ماشيين. بقيت أني وبرضه زميلي الدكتور أحمد الدميني وريهام، أني ما لحقت يعني عاد إحنا ننزل المواد، وهي طلعة من ضمن اللي بيطلعوا لخطوط النار القافلة. ما لحقت إيش أجي أشوف أين طلعة، هي تقريبا 10 دقائق ونسمع الضرب، واجي من كان قذائف وقنص من قبل ميليشيا الحوثي والهالك عفاش من تبة السلال والقعشة. بعدين كنت اسمع هناك المرابطين يقولوا غطوا في مرة قنصوا لنا نشتين السعيفة. يعني كنت اسألهم لانني داري ان زميلتي طلعه، اقول لهم هي زميلتي، هم قالوا لي لا مش زميلتك، هم يخبوا عليها. بعدين وصل الطقم الاول اساله لقيت حد دقاكم في مرة؟ قالوا ها انت واحد كان يشتي. يقول لي واللي جنبه يسكته، يقول له سكته لا تقول ليش. وانا زهقت اني يعني قد كان حالتي خطر الطير. ما تقريبا 5 دقائق وصلوا لي من هناك، احاول انقضي احاول ان اعيش، ما فيش. يوم تحرر العسكري كمان عرفنا ان في اسر ما زالت هناك عالقه كل 3 ايام محاصره. قالوا للعيال انه ما فيش معاهم اكل. طلعنا غداء واحنا نحاول نقطع الشارع،
القناص بدأ يضرب علينا، بقت ريهام وأسامة سلم بالطرف الآخر وأنا بالطرف الثاني. أقول لهم باقي عندكم؟ يقولوا لا. قسنا حوالي ساعة ونص، كلما يحاول الشباب يقطعوا ريهام وأسامة يضرب عليهم، حاول تقدم جنابهم يضرب علينا. رجعت ريهام تشجعت الأولى، قالت يلا بسم الله، قفزت الأولى بعد أسامة. كانت كذلك في ثورة 11 فبراير كعمود أساسي من أعمدة ساحة الحرية في تعز، وقدمت الكثير، تعرفها كل أزقة وشوارع وجبال وتباب المدينة بالكعك والخبز والتمر وإرفاد أبطال المقاومة الشعبية بالحليب والتمور، ولها مع ذلك قصص وروايات. أكثر هدفنا دخول خطوط النار عشان الأسر العالقة اللي ما فيش أحد أصلاً يكفلي وحاجة زي كذا. أذكر حتى أيام العسكري إلى جانب الرز والتوثيق، أيام العسكري كانت تقولي خلاص أني بتخذ الجهة اليمين أشوف كمان في أسر، وأنت تدخلي الجهة اليسرى وسألي الأسر كم لكم هنا، إيش اللي تحتاجونه إيش اللي ما تحتاجونه، وكمان اسألي من معاهم ضحايا من اللي معاهمش ضحايا. أسامة سلم اتجه بالاتجاه العسكري تحت، رجع لعندنا أسامة سلم يقول لنا أن في أسرة أصيب أبوهم بالعصر، ضربوا على الحوثيين وقت ما كان راجع للبيت، اشتغل بيت هائل وتم قتله، وسحبوا انه أسرة زوجته وأولاده لوسط البيت، وجلس لثاني يوم الساعة 10 الصباح بين أطفاله وزوجته قتيل من حين قتلوا انه الحوثيين العصر. ونزل أسامة أخذ، لأن زوجته أخذت الزوجة سعفته للمستشفى، تركت الأطفال بالبيت ما فيش أحد معهم. أجا قال لريهام يا ريهام سريع سريع في تحت أطفال أمهم مش موجودة ولازم إن إحنا نطلع نأخذهم ونوديهم لمكان آمن. وفعلا نقلوهم عند الجيران اللي كانوا جنبهم، ونزلنا على طول من العسكري لمستشفى الروضة ندور الأم، قلنا ندور بعدين مستشفى لمستشفى عشان ترجع عند أولاده، وحصلنا رقم الأم، قالت لنا خلص قتلوا عتق، قلنا لها سيبنا لك أولادك بالأسرة اللي هي جنبك. ذهبنا إلى جبل هان بمعيتها، وكانت نحن من النوع الجبان لا نستطيع التقدم، لكنها كانت تتركنا وتنطلق. أستطيع أن أقول أن المرأة اليمنية والمرأة التعزية بالتحديد ضربت أروع الأمثلة في التضحية والبطولات. في هذه المدينة سقطت الشهيدات تفاحة وزينب وياسمين وعزيزة ورواية وسحر وبغداد، وها هي ريهام تلحق بالركب. في هذه المدينة قدمت النساء 5 من الشهداء عن قاع تعز، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وهي مبتسمة وتريد أن تصنع النصر. في هذه المدينة قدمت النساء الرباط خلف متارس الأفران، يصنعن الخبز والكعك منذ 3 سنوات باستمرار. في هذه المدينة تبرعت النساء بالحلي والذهب إرفادا لأبطال المقاومة الشعبية وكذلك للجرحى. في هذه المدينة قادت الفتيات والنساء المبادرات الإنسانية والشبابية لكي تكون سندا ورفدا للجمعيات والمؤسسات الخيرية. هذا من أبرز ما كان يعمله. كنت أقول لريهام يا ريهام ما متأجزش، لاقوا معاه لا سبت لا أحد لا عيد، حتى أيام العيد قل يا ريهام بنرتاح شوية، تقول لا ما فيش معانا وقت ما فيش معانا وقت، هذه الفرصة اللي احنا نخدم فيه بتعز. ريهام دمه برقم تعالي عبد الله صالح والحوثي، واني اشتكي لأرحم الراحمين اذا كان هو اللي يقضي حقه ان شاء الله باذن الله، لانني تعبان بعد ريهام، تعبان صح بعد ريهام. اللهم لك الحمد. تعبت نفسيا، قلت لا كان بنتي الوحيد، ما معش الا ريهام، والله لك الحمد، ربي استخاره وان شاء الله للجنه، والله يرحمه بوسع رحمته. اماني ريهام ما بنسيهاش، لا ما اموت، مش انساش ريهام. عمل خيري صمت فعلا كبهات كانت عمل صمت خيري لكل يعني حتى لازم وليهم على الخطوط النار الناس النازحين، كانت وديهم يعني حتى ما تتكلمش يعني تعمل غير ما تتكلمش ولا تشي تشتهر ولا تعمل اي حاجة. اللهم لك الحمد على ما طال وربي حبه واستخار في هذه الشهادة. الحوثي ما يفرقش ما بين المقاتل ما بين المرأة
لا يفرق لا بين صغير ولا بين كبير، قد هن أطفال هن أطفال ما يدرش إيش عمله يقتل. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. اللهم لك الحمد. دائما كانت منصفة، حتى في رصدها كانت منصفة، ما تزورش الحقائق، ما تي الجريمة هذه مع من كانت ترصدها، ما تي دائما كان يهمها المدنيين. حتى لما كنا نرصد كنت أقول له المجازر هذه الجديدة بنروح نرصدهم، تقول لي المجازر القديمة لو ما انتبهنا ليش ورصدناها تنتهي مع عالم الجريمة، وكانت دائما تبحث عن القديم لأنها تقول خلاص بينتهي الآثار الجريمة وبيحاولوا الناس والشهود ينسوا اللي حصل. ريهام قدمت للمدينة وللمحتاجين وللنازحين وللضحايا، يعني قامت بجهد كبير جدا جدا في خدمتهم وتوثيق حقوقهم حتى لا تضيع حقوقهم. هذا يعني ريهام كانت تسعى لما يحفظ لهؤلاء الضحايا حقهم، و يعني كي لا يضيع حق هؤلاء الضحايا بعد انتهاء الحرب او بعد يعني نهايه هذه المساله اللي تمر بها المدينه. كانت تسعى لحفظ حقوق الضحايا، تسعى لمساعده المحتاجين، تسعى يعني هناك ايضا يعني كانت أعمال تقوم بها لا تظهر إلى الشاشة ولا تظهر إلى ولا يعرفها الناس. هناك تسديد لديون بعض المحتاجين، بعض الشهداء، بعض الجرحى، بعض مساعدة الجرحى. كانت يعني ليست بالضرورة أن تكون هذه المساعدات مقدمة من داعين، بل كانت أحيانا يعني من أجرها الذي تستلمه ريهام تقوم بمساعدة الناس وقضاء حوائجهم. أستطيع أن أقول أن المرأة اليمنية والمرأة التعزية بالتحديد ضربت أروع الأمثلة في التضحية والبطولات في هذه المدينة. سقطت الشهيدات تفاحة وزينب وياسمين وعزيزة ورواية وسحر وبغداد، وها هي ريهام تلحق بالركب. ريهام كانت تعمل في ضمن فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في حقوق الإنسان في تعز، كانت ناشطة حقوقية قبل أن تكون في اللجنة، وهي تعمل في مجال حقوق الإنسان في رصد الضحايا من النساء والأطفال والمدنيين وكبار السن. كانت عبارة عن كتلة حقوقية وكتلة من النشاط الإنساني تؤدي رسالة في جانب الإنساني وجانب حقوق الإنسان وفق يعني المتاح لها، رغم شحة الإمكانات، رغم الوضع الحرب والقصف المتواصل، إلا أنها كانت ما من واقع من الوقائع، ما من في أي وقت يعني يسقط الضحايا تجد ريهام البدر في المقدمة كناشطة إلى جانب الضحايا، يعني تضمد جراحهم، توثق، تصور، تتعاطف، تعمل على إغاثة النازحين، تقف إلى جانب الضحايا أمام باتجاه السلطة، باتجاه الشرعية، باتجاه يعني تعمل ليل نهار في هذا الجانب. أعتقد أنه ما كانت تقوم به من دور كان كبير وعظيم جدا، نسأل الله أن يتقبلها إن شاء الله. وكان فقدنا للأخت ريهام كان يعني يعد يعني قاسم للظهر. روحنا انقسمت نصين، تعرف روحنا انقسمت نصين تيبي نفسي صدق الناس تشهدت. هذا قضاء القدر، مش قادر استوعب الى الان، كل ما حاول استوعب ما قدرش، حتى صوتي لاحقني بكل مكان، ما تركت لي الشارع الا واتذكر فيه، وما تركت لي حاره الا واتذكر فيه به. مش قادر استوعب للآن، كل ما حاول استوعب ما قدرش، حتى صوتي لاحقني بكل مكان، ما تركت لي الشارع الا واتذكر فيه، وما تركت لي حارة الا واتذكر فيه به. كل ما اخرج الصباح احس رجلي ثقيلة وانا امشي من دونه.
هكذا استشهدت الناشطة الحقوقية ريهام البدر وإلى جوارها الشهيد مؤمن الشرعبي، وهو معتقل سابق وكان في حياته أحد الشهود على جرائم الاعتقال والتعذيب في سجون الحوثيين، ثم أصبح في وفاته شاهدا أيضا على استهداف الحوثيين للمدنيين، فقد استهدفوه مع ريهام بسبق إصرار وترصد، حيث كانوا قد أعلنوا أنهم في طريقهم إلى المنطقة لإيصال مساعدات غذائية، وتعرضت السيارات التي تحمل المساعدات للاستهداف واحدة بعد الأخرى. أما ريهام فقد استهدفت وهي على السيارة، ثم استهدفت مرة أخرى وهي تمشي على قدميها، ومستهدفها يعرف أنها امرأة بل يعرف أنها ريهام. ريهام التي كانت تقود قافلة مساعدات مع فريق شباب وشابات تعز أهدوا ثوابها إلى روح الشهيد أسامة سلام، وهو زميلهم وأحد أعضاء الفريق، واستشهد قبلهما بأيام قليلة، وكان قبيل استشهاده بأيام ضيفا في برنامجنا هذا يتحدث عن قصة أسير سابق لدى الحوثيين. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، ينضم إلينا بعده المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي، رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للدفاع عن الحقوق والحريات. مرحبا بك سيد توفيق. أهلا وسهلا بك بجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. سنة ثالثة من الحرب ودورة جديدة لمجلس حقوق الإنسان تعقد حاليا في جنيف، برأيك لماذا لم ينجح هذا المجلس في صناعة أي تحسن في مستوى حماية حقوق الإنسان في اليمن حتى اللحظة؟ هنالك أمر يجب أن ندركه جيدا، هو يتعلق بفلسفة بناء المنظمات الدولية بشكل عام. هذه الفلسفة في حقيقة الأمر هي مبنية على أساس التوازن في مصالح الدول الكبرى. رأينا قبل عصبة الأمم، ثم رأينا اليوم الأمم المتحدة، الدول المنتصرة شكلت مجلس مصغر لإدارة العالم ممثل بمجلس الأمن لأنها الأقوى، لأنها المتحكمة في مصير العالم، وبالتالي يوجد نوع من تمثيل الأمر الواقع الموجود على الأرض. اليوم في الدراسات الأكاديمية دائما يتم الربط بين الدراسة بين منهج حقوق الإنسان ومنهج العلاقات الدولية. هذا المنهج لا ينفصل على المستوى النظري والمستوى الأكاديمي. على المستوى الواقع سنجد الأمر ينطبق تماما. مجلس حقوق الإنسان هو مجلس لرعاية أو متابعة تطبيق الدول الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان في شتى المجالات، لكنه يشكل من دول ذات طابع سياسي ولديها مصالح سياسية مشتركة، وبالتالي هذا المجلس يعطي مساحة معينة للنداءات، للاستغاثات، للشكاوي، للالتقاء بالمقررين إلى غير ذلك، لكن من يتخذ القرار الأهم في المتعلق بمجال حقوق الإنسان هي مصالح الدول السياسية. نعم. هذا بلا شك. بمعنى أن أداء المجلس، مجلس حقوق الإنسان، لا غبار عليه، ولكن ما يتخذ من قرار تاليا من قبل مجلس الأمن هو ما يعول عليه. حتى مجلس حقوق الإنسان اليوم لا يستطيع إحالة، على سبيل المثال القضايا، أمس رأينا مثلا رعد بن علي يطالب بإحالة ملف سوريا إلى مجلس الأمن وفق الإجراءات المتبعة ليذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية. نعم. طبعا لن يذهب من مجلس حقوق الإنسان ما لم تتوافق مجموعة من الدول السياسية على هذا القرار. رأينا في شهر 9 معركة سياسية أديرت من أجل اليمن، قرار تقدمت به هولندا
تكاتفت دول أخرى مقابل لها، حدث نوع من الاتفاق السياسي داخل الغرف المغلقة. ولذلك نعم. أنا أقول دائما أن مجلس حقوق الإنسان هو أشبه بسوق عقار، بمعنى أن الغرف السفلية والقاعات السفلية يسمح فيها للناشطين والمظلومين بقول ما يريدون ليأتوا ويقولوا ما يريدون، لكن نعم. الغرف العليا والغرف المغلقة، الغرف السياسية هي التي تتخذ القرار. وبالتالي نحن اليوم لا يمكن أن نتحدث عن إنصاف حقيقي في اليمن بدون أن يوجد إرادة سياسية حقيقية. رأينا الدول هنالك مصالح مشتركة. اليوم على سبيل المثال مشكلة الملف اليمني أنه ارتبط ارتباط وثيق بالمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية من الناحية الحقوقية والسجل الحقوقي غير مرغوب فيه في الغرب. اليوم هناك نداءات، هناك قرارات سياسية ضد المملكة، وبالتالي نحن اليوم لا يمكن أن نطالب أو نرى في القريب العاجل قرارات متعلقة باليمن، لأن الجانب السياسي تحته مجموعة من الخطوط متداخل مع بعض محكوم بمصالح سياسية، إضافة إلى أن ضبابية الرؤية على أرض الواقع مشكلة. ربما بالضبط هذا ما كنت سأسألكم عن إنه هل تعتقد أن صورة ما أحدث في اليمن واضحة لدى الرأي العام الدولي، أو لنقل لدى المعنيين بحالة حقوق الإنسان يعرفون يعني كمية التعقيدات التي تحف أو يعني تغلف الوضع في اليمن؟ نعم الأمر واضح. أعتقد تقرير لجنة الخبراء الأخير كان واضح، سمى صحيح. الأمور بمسمياتها. اليوم هنالك كاتب بريطاني تقريبا أمس أو قبل الأسبوع هذا كتب نصائح للمبعوث الأممي الجديد البريطاني، وقال وكأنه عايش بيننا. قال له هنالك دعم للسلفيين من أجل تقاتلوا مع الإصلاح، هنالك دولة موجودة في الجنوب اسمها كذا، وهنالك دولة حتى اعترافات المبعوث السابق المبعوث السابق وتصريحاته بعد أن يعني أصبح خارج المهمة كانت أكثر شفافية. حتى الناشطين الذين يصلون إلى جنيف ونلتقي بالمبعوثين أو بالمقررين أو بالناشطين يعرفون من أنت، ما هي خلفياتك، من أين أتيت، ماذا تعمل، ما هي منهجيتك، وبالتالي العالم يدرك. هنالك تقسيم مصالح بين العالم. أنا أذكر لك اليوم على سبيل المثال، مثلا عندنا في النمسا تقام ندوة عن اليمن من الساعة 9 صباحا إلى 7 مساء، يعني بمعنى يجتمع لها أكبر خبراء العالم المتعلق بالجانب اليمني، 10 ساعات يعني يتحدثون عن دور قبائل المهرة مثلا، دور قبائل المأرب، دور القبيلة في ملازم حسين بدر الدين الحوثي، يتحدثون عن الحكومة الشرعية، يتحدثون عن الجنوب، يتحدثون عن الملاحة، يتحدثون عن التراث، يتحدثون عن الفن، يتحدثون عن اليمن في القرن 21. نعم. وبالتالي هم أنا كنت أتمنى أن الدول المرتبطة باليمن، الدول الإقليمية، الدول الجوار لديها من المعرفة بالتعقيدات اليمنية كما يعرفها الغرب، كنت أتمنى ذلك. لكن برغم هذه المعرفة الدقيقة هناك منظمات مهتمة بحقوق الإنسان، منظمات دولية كبيرة تقاريرها تشوبها الكثير من علامات الاستفهام، مثل التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذي تجاهل الكثير من الانتهاكات التي تطال المدنيين في اليمن، ليركز على قصة واحدة وهي قضية اعتقال أحد القيادات الحوثية مصطفى المتوكل. كيف يمكن أن تؤثر مثل هذه التقارير على بقية التقارير التي تطرح للتعريف بالملف اليمني؟ أنا أعتقد أنه هناك مجموعة من التقارير أيضا صدرت من منظمات أخرى معتبرة مثل الهيومن رايتس وغيرها، سواء المتعلقة بالنشطاء، سواء المتعلقة بقصف المدنيين، سواء المتعلقة بالصحفيين. هناك أيضا منظمة في بروكسل أصدرت تقرير معتبر وقوي خاص بالصحفيين، خاصة بقائمة 16. وبالتالي لا يمكن الحديث اليوم عن قناة واحدة لهذا الأمر، لكن يجب أن اليوم من المعنيين في هذا الأمر أن يجمعوا هذه التقارير بشكل عام، وآخرها تقرير لجنة الخبراء، ويتحدثون بنوع من الإنصافية. هنالك تحسس كبير لدى الغرب في موضوع اسمه الحيادية. صحيح. الحيادية أنت عندما تأتي بتقرير مشبع أو تعلن مؤتمر عام الجرائم الجسيمة لفلان من الأطراف في اليمن، طرف واحد، بمعنى أنك أسقطت الحيادية. اليوم كل الأطراف، نحن يجب أن نفرق بين الجانب الأخلاقي للحرب
وقد نتفق كلنا من أجل إسقاط الإنقلاب واستعادة الشرعية، وبين المنتهكين قد الطرف الذي لديه أخلاقية في الحرب قد ينتهك حقوق للإنسان، وبالتالي نقول منتهك على سبيل المثال. نعم. مثلا في قصة المتوكل، إذا كان شخصا مدنيا تم اعتقاله بصورة تعسفية نقول هذا الشخص معتقل، لكن في نفس الوقت يعني محتجز تعسفيا، لكن في نفس الوقت نقول أن هنالك قحطان والصبيحي و18 ألف أيضا موجودين. نتحدث عن معتقلين موجودين في الجنوب لدى دولة القوات المدعومة من الإمارات أو لدى بعض الفصائل المتطرفة التي لديها فكر موالي للقاعدة، بالتالي الأمر في اليمن متشابك. قصة الحيادية اليوم في تحسس، ولذلك عندما يصل التقرير نجد نقاش طويل حول منهجيتك كيف ترصد، هم يريدون يتثبتون من هذا الأمر، ولذلك نصل لدرجة نحن نعطيهم أرقام الضحايا يتواصلون بأنفسهم يتأكدون من المعلومات حتى يصلوا إلى نوع من القناعة. نحن الآن الحمد لله كثير من المنظمات تتواصل معنا للتحقيق في كثير من المعلومات، بل بعضها منظمات أو مؤسسات إعلامية غربية معتبرة نوفر لها راصدين أو أناس على الأرض من أجل خلق تقارير متعلقة باليمن. وبالتالي لا يمكن نعتبر أنه منظمة من المنظمات لم تكن محايدة في هذا الجانب، لا، اليوم كثير من المنظمات يجب أن تجمع كل هذه التقارير بصورة أو بأخرى للاستفادة منها سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الحقوقي. أنا دائما أقول لا يمكن الفصل بين الحقوق والسياسي، الحقوق يجب أن يعمل بحيادية كبيرة ومنصفة انتصال للضحايا، هذا الملف بالنهاية يتم الاستفادة منه سياسيا إلى غير ذلك. اليوم مثلا وقف توريد الأسعدة هو قرار سياسي، نعم، مثلا توريد الأسلحة للسعودية والإمارات إلى غير ذلك، لكن في النهاية بني على ماذا؟ بني على حيثيات قانونية متعلقة بالحصار، متعلقة بالقصف المدني والبنى التحتية إلى غير ذلك. لكن بالمقابل أيضا لم يعني يتم اتهام إيران بالجرم المشهود وهو توريد الأسلحة خاصة الصواريخ الباليستية للميليشيا. عموما على ذكر موضوع كيف يتم الرصد خسرة تعز خصوصا واليمن عموما اثنين من أهم راصدي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وكنا قبل قليل قد شاهدنا قصة الشهيدة الناشطة الحقوقية والراصدة ريهام البدر التي كرست حياتها القصيرة لخدمة الإنسانية خاصة في مجالي الرصد والإغاثة. برأيك ما الذي تمثله خسارة أحد هؤلاء الراصدين والذي يعني لديه الكثير من الخبرة القانونية والميدانية في هذا الأمر؟ في البداية أنا أترحم على كافة الناشطين والإعلاميين الذين سقطوا في هذه الحرب المجنونة، لكن أنا بعد كل ناشط أو بعد كل صحفي لدي منشورات سواء على التويتر أو على الفيسبوك لا ورقة، أنا دائما أقول يجب أن لا نكتفي بالبكائيات. نعم. فقدت ريهام أو فقد محمد اليمني أو فقد القدس أو أسامة إلى غير ذلك، هؤلاء الناس ليسوا ملك أنفسهم، هكذا هذه الحقيقة يجب أن يعترف بها الناشط نفسه، أنه ليس ملك نفسه، هو بالنهاية عين للحقيقة اللي يجب أن تنقل للعالم. المنظم القوى التي تتحكم على الأرض يجب أن تتفق نقابة الصحفيين مع العاملين في الميدان أن توضع معايير الأمن والسلامة. أخي الكريم لا يجب أن تتخطى هذه المنطقة بلا شك. بمعنى أنا عندما أقرأ كيف سقطت المرحومة ريهام البدر أتحدث عن أشياء ارتكبت خطأ المفروض كانت لا ترتكب، يعني الدكتور أحمد الدميني تحدث عن أنها غامرت بجراء أن تدخل إلى منطقة ملتهبة درجة الخطورة. سيد توفيق، مجرد البقاء في مدينة تعز، أنت تعرف أنه مدينة مثل تعز تصب عليها حمم الحقد والقذائف بشكل يومي، تطال الناس في منازلهم. أنا أريد أن أوضح لأنه يجب أن نلتزم بنوع من المعيارية لنخفف درجة الأضرار قدر الإمكان، وبالنهاية نحن لا نذهب إلى الموت، لكن إذا أتى الخطر إلينا هذا أمر لا يمكن للإنسان أن يفر منه. أنا وأنت نعرف أن تعز عبارة عن سجن كبير محاصرة. نعم. بالقذائف من كل مكان بالضبط. لكن أيضا هؤلاء الصحفيين يجب أن تكون لديهم درجة كبيرة من الحس، يجب أن وافقك تماما على مسألة رفع درجة يعني خطوات السلامة والأمان الميداني لهم، لكن الأمر الجهات العسكرية الأمر مختلف في اعتقادي لدى من هم في الداخل. أنا أعتقد أنهم استوى لديهم الأمر أن ينتظروا الموت أو يذهبوا إليه، أصبح الأمر للأسف سيئا، وهذا ما نشاهده كل يوم من الضحايا المدنيين الذين يسقطون في المدينة في منازلهم وفي مساجدها وفي دروبها إلى آخره. عموما سيد توفيق،
كيف يمكن تعزيز مفاهيم توثيق أو التوثيق للضحايا للانتهاكات عموما لدى الضحايا حتى لا تضيع حقوقهم؟ بمعنى أنه كيف يمكن أن نكسب الضحايا أنفسهم بعض المبادئ الأساسية للتوثيق قبل وصول الراصدين المحترفين؟ طبعا لأنه اليمن اليوم بيئة غير آمنة، لا تستطيع أن تقول عملية نشر الوعي في المدارس، لكن يجب أن المؤسسات المتاحة قدر الإمكان على سبيل الإعلام، على سبيل المثال وسائل الإعلام، يجب أن تكون هنالك أشبه بفلاشات مصغرة لدورات مكثفة حول عملية الرصد. ما هي البيانات، ما هي المعلومات التي يجب أن تتوافر في عملية الرصد؟ نعم. قصة الفيديو، ما القذيفة، معنا اليوم سقوط القذيفة، يجب أن تصور الحفرة، يجب أن تصور بقايا المقذوف، هذا الأمر بحيث الضحية نفسه يقوم بتصويره مباشرة ليعرف أن نوع القذيفة، والموبايلات في كل يد، يعني الأمور البسيطة. بمعنى أيضا نحذرهم من درجة الخطورة، بمعنى أنه يجب أن تطرح فترة ما بين القذيفة الأولى والقذيفة الثانية قدرها كذا، بحيث ما يذهب شخص ليتجمع على الخطر ثم تأتي القذيفة الثانية لتكون لتحصد أرواح أكثر، لتحصد أكبر. المنظمة أيضا الموجودة في الميدان، يعني عن طريق بروشورات، عن طريق أوراق صغيرة قدر الإمكان، خاصة في المناطق الملتهبة. صحيح. بهذا الأمر نستطيع أن نزرع للناس قدر الإمكان، لأنه العملية في اليوم بالكاد نستطيع أن نوفر مادة للراصد نفسه، يعني منهجية آلية الرصد للراصد نفسه. لكن على المستوى الشعبي وسائل الإعلام يجب أن تقوم بهذا الدور قدر الإمكان بالتعاون مع منظمات، مع نشطاء، عبارة عن فلاشات ما بين الفترة والأخرى تستضيف بعض الأشخاص في برنامج أو برنامجين، يبين لهم أهمية عملية الرصد، ماذا يرصد إذا سقطت القذيفة، كيف يتم تحديدها، بحيث حتى عندما يدلي بشهادة وما هي البيانات اللي يجب أن تتوفر أو تكون في ذهنه بعيد عن هذا كله ليقدمها للراصد. نعم. المحامي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للدفاع عن الحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهري أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الشهيدان ريهام البدر ومؤمن الشرعبي تم الرصد، رحمكم الله.